السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة إن شاء الله، غيوم أمطار في هذه الصباحة إن شاء الله راهي تهم المناطق الغربية وأيضا الوسطى تاع البلاد، وهذه الغيوم هذا راجع لاضطراب جوي نشيط يبدأ يهم الولايات الغربية والوسطى ومغيمة على المناطق الشرقية قبل وصول الأمطار خلال الظاهرة وخلال الليلة اللي جاية، كذلك على الجلفة والبيض وأيضا أفلو ومنطقة النعامة عين الصفراء يرتقب بعد الثلوج إلى درجة واحدة فقط على منطقة البيض، زوج بسطيف باتنا باركة وخنشلة تندوف 13 وبن عباس 9 درجات 6 في بشار وسط مغيمة وزوابع رملية خاصة على منطقة أضرر عين صالح مع 14 درجة، جانات وإليزي وبرج عمر دريس ما بين 10 إلى 14، طمر ناصة إن شاء الله 10 درجات و18 على أقصى الجنوب، جزر الملاحة والصيد البحري، البحر مهول على السواحل الغربية لأن قوة الرياح تلحق حتى 50 كيلومتر الساعة، وقد ما نشرقوا قد ما قوة الرياح تنقص لتكون ما بين 20 كيلومتر الساعة خاصة ما بين العوانة والقالة، الاتجاه تاع الرياح شمالية شرقية الرؤية تكون رديئة سبب السحب السفلى والأمطار خاصة على السواحل الغربية وأيضا الوسطى. كالعادة نختموا هذه النشرة الجوية بغروب استمشعل الجزائر العاصمة وضوحها يكون عند 6:45 دقيقة، والعناوين الإلكترونية في خدمتكم. نتلقوا في النشرة القادمة من هذاك الوقت ربي يدير لها تريق.